ربما كانت شجرة المورينجا من أبرز البدائل الغذائية في الآونة الأخيرة لما لها من فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية. من هنا جاءت الندوة العلمية التي أقامها المركز القومي للبحوث تحت عنوان المورينجا بين الماضي وتطلعات المستقبل لإلقاء الضوء على الدراسات العلمية في هذا المجال. شجرة المورينجا بتعتبر أحد المحاصيل الغير تقليدية اللي هي ممكن تقلل التأثير الضار بتاع التغيرات المناخية، لأنها شجرة بتتحمل الملوحة والملوحة بتتحمل الجفاف، ماشي، بتزرع في البيئات الهامشية، ممكن زرعتها في الأراضي الهامشية اللي هي الأراضي المتأثرة بالأملاح وهكذا. لحد دلوقتي أكتر من 2 مليون شجرة، الاتنين مليون شجرة بينتجوا بذور وبينتجوا أوراق وبينتجوا سقان وبينتجوا جذور. كل جزء من النبات له تطبيق علمي وتطبيق فعلي في الواقع. البذور تستخدم في العلاج وفي الزيت، والزيت ده ممكن يبقى أكل، اللي عايز يخس بياخد مورينجا واللي عايز يخس بياخد مورينجا. يعني تحسبها زي ده ربنا، لقدرة من عند ربنا سبحانه وتعالى. فشجرة هي اسمها شجرة مباركة. الندوة التي شارك فيها عدد من الخبراء تطرقت إلى أهمية التوسع في زراعة هذه الأشجار، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الصحة والوقاية من الأمراض. تعتبر نباتات المورينجا نباتات عليها عائد اقتصادي مرتقب كبير، بحيث ان احنا لو زرعنا نباتات المورينجا كزراعة كثيفة، الفدان الواحد بيبقى فيه حوالي 10,000 شتلة صغيرة، هيديني عائد كبير من الاوراق ان انا ممكن استخدمها واطحنها وابيعها مطحون مورينجا خاص بتداول الانسان، بالاضافة للاوراق والسيقان بتاعت نباتات المورينجا ممكن ان انا استخدمها في كعلف للحيوانات. في دراسات كتيرة اتعملت على استخدام المورينجا كعلف للحيوانات، قالوا انها بتؤدي لزيادة بنسبة 20% في زيادة اضرار اللبن. الحمد لله رب العالمين، في الاتجاه الطبي تم اجراء كثير من الابحاث وكثير من التجارب في معامل المركز القومي للبحوث وخارج المركز القومي للبحوث، ودي كانت برضو احد فوائد شجرة المورينجا، انها جمعت ما بين لفيف من العلماء في جميع المؤسسات البحثية المختلفة سواء كانت في مصر او حتى خارج مصر في الدول العربية. البحث عن بدائل غير تقليدية في زيادة الانتاج الغذائي وتقليل حجم الفائق من المياه احد اهم المحاور الاستراتيجية التي سعت اليها القيادة السياسية للاستفادة من الدراسات العلمية التي تخدم بها المجتمع لزيادة الانتاج الزراعي والغذائي. محمد محروس، التلفزيون المصري.